عد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي أخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبسي الانكسار كسر حيطاني وشمسي تضوي عدني المدار عم يبدأ العد العكسي لعمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدري بيريد لا اشكي الحظ الضايع ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العنيد وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسنا بايدي ما بندم على الماضي بندم على اللي وصار دنيا شو الها معنى لو الدنيا شو إلها معنى لولا الاختيار عم بحكي عن أول مرة شفتك فيها لما زرت أختك عندها بالحارة شو؟ يعني أنت من وقتك أنت بتعرفيني؟ أحكي كتير على الماما إن شاء الله مرة تاني الله يعطيك العافية والصحة لتضلك تهتمي فيها مرسي جبران أنا كتير بعتذر إن استعملت البوت تبعك لحتى أهرب كان بالنسبة لي خشبة الخلاص نايم انت ما بتعرفي هذا الحكي شو بيعني لي اذا عرفت شي عن سيارة عاصم المحروقة بليز خبرني اكيد اكيد كوني اكيد اني رح ضل دايما على تواصل معك دايما باي باي نايم باي خالتي كيفك؟ ياي شو بنت حلال يا نايا؟ امك قلع من الصبح مشغول بالا عليكي بدها تحكيكي ابصر شو شايفه بمنامها اعطيني اياها اوكي حبيبتي حبيبتي هيدي نايا نايا حبيبتي ما تعتلي همنا يا امي لا بس انا مشتقت لك بدي اطمن عليكي حبيبتي انا كمان بتعرفي من الصبح بدي احكيكي بس خفت انه يكون كتير بكير عليكي يا ريتك اتصلتي يا نايا انا واعية من قبل الضوء بكره حضروا حالكم لاجي اخذكم جاي انت وكريم لا جاي لوحدي لانه كريم مشغول بهاليومين ما بدي عطله طيب يا نايا ليك حبيبتي انت منيحه يا امي انا منيحه ماما ما تعتلي همي اكثر من اي وقت نطرتك باي
اهلا يا استاذ كريم، اتفضل. اهلا دكتور، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، كله تمام. بقالي كتير ما شفتكش. يعني مشاغل الحياه بقى. انا بعتذر لك، انا واضح اني جاي في يوم عندك فيه شغل كتير قوي. لا خالص، انت عارف بقى الامراض النفسيه بقت كتير دلوقتي. هنعمل ايه، ناس تعبانه بقى، اي حد هيتعب لازم هيجيلك على طول. قولي ايه اخبار قريبتك؟ هو الحقيقه هي مش قريبتي، هي هتبقى مراتي في المستقبل. خطبتك؟ هي كانت متجوزه بس متجوزه راجل صعب قوي، كان دايما بيضربها وبيعنفها بيغير عليها بشكل مرضي، ولما طلبت منه الطلاق هددها بالقتل، حاولت تهرب منه، عملت نفسها بتغرق مع انها كانت بتعرف تعوم كويس قوي، ولما خلصت منه فضل شبح جوزها يطاردها في كل حته، في شغلها وفي حياتها حتى بعلاقتي بيها. وفي المرحلة دي انت كنت بتعمل ايه؟ كنت دايما بساعدها، بحاول اخرجها من دائرة الخوف اللي هي سايبة روحها فيها. وايه اللي حصل؟ كنت كل ما بوصل معاها لبداية حل الاقي نفسي بدخل في مشكلة تانية. زي ايه؟ الحقيقة هما مرحلتين يا دكتور. المرحلة الاولى لما عرفت ان جوزها عرف الحقيقة كانت مرحلة صعبة قوي، قلت لها تواجهه خلاص، يعني ابتدت تضيع مني، قلت يمكن تقدر تكسر حاجز الوهم اللي قرب دمر حياتها، بس ما حصلش. والمرحلة الثانية لما جوزها مات في حادثة عربية. كده المفروض ان المشكلة تبقى اتحلت. ده المفروض، بس انا بعد فترة اكتشفت ان المشكلة بقت اكبر بكتير، ابتديت اقلق عليها، علشان كده جيت لك دكتور مروة. انا قلقان عليها جدا ومش عارف اعمل ايه. قلقان عليها من ايه؟ من نفسها. قبل مطلوب مغلق او غير متاح اضغط. ليه دايما بتعتقد ان جوزها بيطاردها في كل مكان، وانه بيجي لها البيت ويشيل حاجات من مكانها ويحط حاجات تانية، يعني معيشة في رعب، وانه ناوي يقتلها. هي اتظهرت انها انتحرت؟ كانت طول الوقت بتهددهم بالانتحار عشان يصدقوها لما تعملها. كانت بتهدد بالانتحار؟ هي اللي قالت كده واختارت انها تغرق، لان كل اللي حواليها كانوا بيعتقدوا ان عندها فوبيا من المية. هيدروفوبيا. فندم شوف يا استاذ كريم، الخوف من المية هوس مش خوف، وده اسم الحالة المرضية. بس اللي انا اعرفه عنها ان ما كانتش بتخاف. هي اسمها ايه؟ نايا. اعتقد ان نايا خطيبتك ما كانتش بتتظاهر انها ناويه تنتحر. امال ايه؟ هي بالفعل عندها نزعه للانتحار، ما كانتش بتكذب. ازاي يعني؟ كانت بتناور. لما تختار الميه كوسيله للهرب هي عارفه كويس قوي انها بتغامر، وان احتمال الموت عندها اكبر كتير من احتمال النجاه، ومع ذلك عملت كده. طب وليه اختارت الوسيله دي بالذات؟ لان دي الوسيله الوحيده اللي هتضمن اختفائها بشكل مقنع، وفي نفس الوقت لو عاشت تقدر تبدا حياه جديده. ولو ماتت تبقى حققت هوسها بالموت غرقانه، وده بيسموه الهيدروفوبيا، جنون الانتحار غرقا، بعكس الفوبيا اللي هي بتضعي. معقوله كلامها دلوقتي عن تهيؤات بتحصل لها، وان جوزها رجع من الموت علشان يقتلها، بتثبت ان نزعة الانتحار عندها ما سابتهاش. يعني نايا ممكن تفكر في الانتحار مرة تانية؟ هي بتفكر تعاقب نفسها. بس اللي انا اعرفه عنها ان دايما كانت بتصرف تصرفات طبيعية جدا، انسانة طبيعية. لان الفصام البسيط ملوش اعراض مرضية. الفصام البسيط؟ سيمبل شيزوفرينيا. معقولة الحالة وصلت لحد كده؟ هي موجودة طول عمرها، لكن بتوضح أعراضها أكتر في سن المراهقة أو بعد العشرينات. طب قولي يا دكتور، إيه أعراض الحالة دي؟ لما بتبتدي تفقد اهتمامها بأصحابها وبأهلها، إنها تحبس نفسها كتير في البيت،
ما تهتمش بمظهرها، ما تهتمش بشغلها، ما تقبلش نصيحة من أي حد. يعني لو أنت رحت نصحتها ممكن تزعل منك، تبتدي تاخد حبوب منومة ومهدئات وتعيش في عالم خاص بيها، تبتدي تحلم بحاجات مش واقعية تظن أنها حصلت فعلا. الدرجة دي؟ خطيبتك محتاجة للعلاج. أنت فعلا ناوي تتجوزها يا أستاذ كريم؟ باشمهندس طارق. تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. استاذ مراد طبعا غني على التعريف. طبعا يا فندم، نوع حكيت لي كتير قوي عن حضرتك، انا بقيت متحمس قوي المقابله دي. اتفضلوا اتفضلوا. شكرين يا فندم. ميرسي. نوع حكيت لي عنك كلام حلو كتير. نوع دي اختي وحبيبتي، ده انا قايل فيها ايه بس في ابداعها وفي موهبتها. خلاص خلاص يا طارق، فيه ميرسي. بعتقد نوع اعطتك فكره عن شركتنا وعن الاولويات اللي بنحتاجها. انت الوحيد اللي بتقدر تتمنى يا طارق. انا تحت امرك يا فندم. بكرة الصبح إن شاء الله هيكون عند حضرتك كشف أسماء وعناوين الشركات كلها يا مستر مراد. شكرا كتير شكرا كتير. بتمنى أنا أشوف معك كل عقود الشركة اللي كنت عم تشتغل فيها مع بعض العروض والأسعار والمناقصات. هو يعني من الآخر أستاذ مراد ده عايز نفس كل الشركات اللي في السوق، عشان كده محتاج كل المعلومات اللي تفيد الشركة وتنجح. شركتنا قصدي؟ طبعا شركتنا، أمال إيه؟ خلاص يا فندم، كل اللي حضرتك عايزه أعتبره موجود عند حضرتك. تفضل استاذ طارق. ايه ده فندم؟ مبلغ صغير يعني، مشي حالك فيه لبين ما يبلش شغلك بشكل رسمي. بس انا حضرتك معايا اللي مكفيني والحمد لله مستور. طارق انا ما بدي اياك تشغل مخك بالامور الماديه. نوع حكيت لي انت بتزوج وعندك عيله، بدي دماغك لشيء أهم. طب متشكرين يا فندم. أنا مش عارف أشكر سعادتك إزاي، ولو إن ده كرم كبير قوي منك، خصوصا إن إحنا مفيش بينا لسه لا عقود ولا كونترات ولا أي حاجة خالص. اعتبرونا هدية. أستاذ مراد بجد مش عارف أقول لك إيه، مفيش أكرم منك وأحسن من أخلاق حضرتك. شكرا. مالك يا فندم؟ ولا حاجة يا إنجي، تعبان تعبان. طب سلامتك ألف سلامة. طب أطلب لك حاجة تشربها؟ مش عايز. نايا اتصلت بيك كتير وقلب عليك الدنيا. عارف. هو في حاجة يا فندم؟ متخانقين ولا حاجة؟ ما تشغليش بالك. طيب في حاجة أنا أقدر أعملها؟ أيوة تقدري. أأمرني يا فندم. سيبيني لوحدي شوية يا إنجي، وما ترديش على التليفون من أصله. اللي تشوفه يا فندم، عن إذنك. Thank you.
انجي. اي فاي. لو انا جت على الشركه قولي لها كريم راح لك على البيت. اوكي اوكي سلام. وفي سايب الباب مفتوح ليه؟ ايه دول؟ مربى. معقولة؟ انا كنت فاكرها مربى. شكلها كده بيتي على فكرة. ها؟ والشغلة؟ بتهزري؟ يعني انت عامله المربى دي هنا في البيت؟ هو جبتهم معي من بيروت بس كنت مخبيتهم. انا كذا علام منك يعني بقى لها فتره هنا وانا ما اعرفش. ممكن ساحره. هي لك هي دي بس يعني ولا كله ولا ايه؟ بس على كل حال نزلتي امتى وجبت الحاجات دي؟ حكيت مع امي وخالتي بكره هيجي يعيشوا معي. والله وانا رحت فين؟ حكيتك بس خطك كان مسكر. طب ليه ما كلمتيش عم الشلبي ينزل معك؟ اول مره بتعملها كلمة. ما بقى تحبني ما هيك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عارفه كويس قوي ان انا بحبك وبخاف عليكي وما اقدرش استغنى عنك، بس انت دايما المصره تبعديني عنك. كل ما بقرب لك بتبعدي. تقدري تقولي لي ليه دايما بتدوري على كل حاجه تضايقك وتضايقني؟ بعتذر حبيبي، بوعدك اني ما بقى رح ضايقك ابدا، بس انت وعدتني انك ما بقى تبعد عني وتضلك حد قد ما بتقدر. انا اليوم لاني ما سمعت صوتك حسيت حالي ضايعه. مايا احنا نجيب ماما فورا ونتجوز. تجوز؟ كفايه لحد هنا بقى. لازم نعيش مع بعض ببيت واحد. بيتنا يا نايا. وخلي ماما كمان تعيش معنا. ولا انت ليكي رأي تاني؟ بتحبني؟ بعشقك. تطلعتي من مين؟ ازيك يا انوجه؟ اهلا يا نهى.
بجد مبروك يا انجي، انت مش عارفه انا مبسوطه لك قد ايه. ميرسي يا حبيبتي كلك ذوق. بس خير استاذ كريم مش هنا؟ لا، ومين قال لك انا رايحه لاستاذ كريم؟ انا جايه لك انت. كنت عايزه اسالك سؤال كده، هو خطيبك راجع لبنان امتى؟ هو انت بتساليني انا عن خطيبي؟ ايوه بسالك انت عن خطيبك. انت مش قلتي ان خطيبك كوبايلوت؟ اها، ايه المشكله؟ مفيش مشكله، انا بس عايزه ابعت حاجه لواحده صاحبتي في لبنان وهي غاليه شويه، فبس يعني مش عارفه اديها لاي حد، فعشان كده بسال. وانت تحملي المسؤوليه ليه؟ مش يمكن تضيع منه؟ ولو انجي، وين المشكله؟ مش اول مره بصير غلط لحدا؟ بونجور. بونجور يا استاذ هشام، بجد انا اسفه، كان لازم اسالك، انا خايفه اكون يعني بحرجك معايا او حاجه. لا بالعكس، انت بتامري. حيالله حدا من اصحاب انجي كانه انجي، وشو ما عبالك تبعتي انا هون. ميرسي قوي بجد يا استاذ هشام، حضرتك لطيف جدا، انا بحسيتك بجد يا انجي. ربنا يوفقك ويتمم لكم على خير، رغم ان انا شايفه يعني الموضوع الحب بين اتنين ده بقى صعب جدا اليومين دول. ثانيه واحده اما اجيب الامان. انا بحسدك يا انجي. اعوذ بالله بالفلق. ما حلو ابدا على فكره اتعامل معاها بالطريقه. هي اصلا ايه اللي جابها؟ مش كان خلاص سابت الشركه وخلصنا منها؟ ليك خلص عيب. هلا بتسمعي؟ وايه يعني؟ ما تسمعني. بدك اياها تزعل منك؟ يا ريت، ده يوم السعد. انت اصلك مش فاهم، دي ما بيجيش من وراها غير المصايب. الامانه بجد يا استاذ هشام، لو مش هينفع اقول لي يعني، انا حاسه اني اصلي بتقل عليك قوي. ولو ألف طلب مثل هالطلب. طب بعد إذنك ممكن نمرتك عشان أديها لصاحبتي في لبنان عشان تطلبك يعني لما تروح هناك. إيه أكيد. ولا أقول لك هات تليفونك أنا هطلب نمرتي من عندك. كمان مش غلط. بياخد وقت. هي خلاص رن. سيب بقى نمرتي وأنا هسيب نمرتك. تمام. ميرسي قوي بجد يا استاذ هشام. ولو يا عم عاشور. ثانك يو. ويلكم. ايه ده؟ دي خدت نمرتك عيني عينك. انجي بلا هبل، شو فيها؟ ما كل الناس تاخد ارقام بعضها. انا عارفاها، مش هتسيبني في حالي. وانا عارف حالي. ولا ما عندك ثقه فيا؟ وايه بقى الحاجه اللي كانت هتموت لو ما بعتتهاش معاك؟ وريني كده. خلص عيب، شو عم تعملي؟ ايه ده؟ ده بيرفم رجال. طارق، ها ايه الاخبار؟ خش المكتب دلوقتي شوف السيرفر رئيس بتاع الشركه طلع من عليه بيانات مطلوبه. طيب كريم مش موجود في الشركه، ليه تخلص بقى قبل ما يجي؟ طيب بس بعد ما اخلص بقى ايه اللي هيبقى مطلوب مني تاني؟ هيكون ايه مطلوب؟ هتروح عنده وتقدم استقالتك؟ ايوه نوعا. بس انت هتبسبس لي يا طارق كمان؟ يعني انت مش شايفاها غريبه شويه ان احنا الاثنين نقدم استقالتنا في نفس الوقت؟ والله كل واحد عنده اسبابه. انت عندك اسبابك وانا عندي اسبابي. غير بقى لو انت غيرت رايك ولا مش عاجباك هديه استاذ مراد اللي بالحق وداك كام؟ 20,000. شوف بقى 20,000 ودول هديه. هيديك كام بقى قصاد المعلومات اللي انت هتقدمها له؟ خش يا طارق شوف شغلك. خش. شش، وطي صوتك، انت هتفضحينا. ما شافوهمش هما بيسرقوا؟ بيشوفوهم هما بيتحاسبوا؟ غريب جدا. يعني لو نوع يعني شافتنا وكده.
أنا أقول لها تبارك لنا. بارك لنا على إيه؟ شوف يا مي، أنا مسافر حتة بعيدة قوي، وقعد تقريبا يجي 6 شهور. حتة بعيدة؟ يعني قصدك الأقصر؟ إيه أوحشك ولا إيه؟ يعني 6 شهور كتير قوي يعني. كتير؟ ما هو عشان كتير قوي أنا قررت إن أنا مش هقعد هناك لوحدي. ولا أنت إيه رأيك؟ تطلب ايدي ولا حاجة؟ لا ولا حاجة طبعا، تلبسينا؟ يعني لسه ما تعرفناش على بعض، حاجة زي كده بدري قوي. ملهاش دعوة، أنا حاسس إن عرفت من زمان جدا. اشمعنى أنا؟ قدري ونصيبي، ده اللي مكتوب. طيب هنعمل إيه؟ يعني أنت عايز تقنعني إن كل السنين دي وما قابلتش واحدة بنت ناس محترمة تتجوزها؟ لا طبعا عرفته كتير كمان زي اي شاب، بس ما لقيتش نصيبي. بس انا المرة دي حاسس ان انت نصيبي، الا لو في حاجة فيها مش عجباكي. بص يا سليم، انت حد محترم جدا وابن ناس، اي بنت تتمنى تبقى معاك وترتبط بيك. بس يعني البق ده معروف قوي على فكرة، لو في حاجة مضايقاكي فيا ولا أنا مش عاجبك قولي دلوقتي وخلصينا. بالعكس أكيد، يعني أنا محتاجة أتكلم مع أهلي وأعرفهم حاجة زي كده، خصوصا نوع. طيب اتكلمي مع أهلك وخصوصا نوع. كل المعلومات خلاص اتنقلت عندي على فايل واحد، وبعته الايميل الشخصي بتاعي مش ايميل الشركه. بجد؟ طب حلو قوي، برافو عليك يا طارق. بقول لك ايه، كريم وصل وانا بصراحه مش عايزاه يشوفني. طب بقول لك ايه، خلاص اول ما يدخل مكتبه هروح اقدم له استقاله. طب عشان خاطري لما تخلص من عنده كلمني على طول، هموت واعرف رده فعله ايه. حاضر، يلا سلام. خلاص هتسافر؟ انت اللي بسمعك فاكرني رايح على المريخ، ما كل يوم والتاني بتلاقيني بوجهي. مش عارفه يا هشام، المره دي انا مش مطمنه، قلقانه. شيليها الموضوع من راسك. بعدين انت قلتيها نهى تركت الشركه، ما بقى رح تشوفيها بحياتك. خلاص ريلاكس، اوكي؟ طب خلي بالك من نفسك والنبي. ماشي، والسفره الجايه بتحضري حالك وبتاخدي اجازه، ما بدك تشوفي بلد خطيبي؟ انت بتتكلم بجد؟ انك شو عم بمزح معك؟ يلا وصينا. انا مش عايزه اي حاجه غير اني ارجع اشوفك تاني، اوكي؟ اي رح تشوفيني تاني وتالت ورابع وتزهق من وجهي كمان. استنى انا هربت كنت هنسى. خير؟ يا لهوي. انا كمان عندي امانه عايزاك توصلها، مش نهى بس. شو هذا؟ فلوس اديتها لي نايا عشان توصلها لقريبها اللي في لبنان. ايه كنت ناطرة تحكيني. معلش هي كانت مشغولة قوي، بس كلفتني انا اقوم بالمهمة دي. هنفع؟ لا تنفعي طبعا. شو؟ بين ما اتضايقتي وقت نايا كلفتي بمهمة، ولا نسب سمنة ونسب زيت؟ نعم، نايا دي لو طلبت عناية اديها لها. كفاية انها عرفتني عليك. هل الوضع ده محتاج 2 ليمون ولا حاجة؟ ايوه والله. انا عازبك. ازيك يا هشام، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انت كيف؟ الحمد لله ماشي الحال. استنى يا استاذ كريم، انا وهشام كنا لسه في سيرتك حال. يلا بكاشه، واقفين مع بعض بتكلموا عليا. والله هشام، مش انا كنت لسه حالا بقول لك ان انا بحب نايا جدا، وانها لو طلبت عناية هديها لها؟ شفت؟ بس انا داخلي ايه بنايا؟ يا سلام، مش انت ونايا واحد برضو ولا انا غلطان؟ لا مش غلطانه ولا حاجه، بس يعني هشام ما تيجي تشرب معايا قهوه ولا وراك حاجه؟ يا ريت والله، كتير على بالي، بس لازم نروح المطار. طيب سلام. وصينا. تاخد بالك من انجي على قد ما تقدر.
بنتي دي زي اختي الصغيره، وصدقني لو لفيت الدنيا بحالها مش هتلاقي زيها. ولا يهمك، انجي بعيوني وانا عارف حالي شو نقيت. يلا باي. اوكي باي هشام. باي هشام. كلمني من المطار قبل ما تسافر. ايه خلص اكيد. اوعى تنسى. اطلع يا عم. يلا باي. حلوة دي، اشوفك مرتين في نفس اليوم. ولا انا اللي حظي حلو ده مزنها. انت مستني تاكسي او حاجه؟ بصراحه ايه، رايح المطار بدي الحق طيارتي. طب اركب اركب. لا لا نواي، ما بدي اعزك معي، المشوار بعيد. بعيد ايه بس، ما فيش حاجه بعيد بالعربيه. وبعدين خليني اقدم لك خدمه قصاد الخدمه اللي انت بتقدمها لي، وكده نبقى خالصين. انه اكيد ما فيها ازعاج. ازعاج ايه، انا بديك الساعه لما اوصلك. اوصل شاب كده كيوت زيك في المطار، ما فيش حاجة ألطف من كده. طيب مرسي. مرسي على ايه؟ دي حاجة تشرفني. والأمانة هيها هون، أول ما أوصل على بيروت رح بديها لصاحبتي. معلش بقى، لازم احط بنزين في العربيه عشان اوصلك المطار. ايوه لا اكيد. لو سمحت ممكن تفول العربيه؟ هشام انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضل. الامان اللي معاك دي ليك انت على فكره. ليه انا؟ اعتبرها يعني هديه الخطوبه. اف وانجي ما قالها هدية؟ انجي؟ دي انجي كسبت بيك الجايزة الكبرى يا هشام، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ مرسي كتير عن جد، بس ما رح اقدر اقبل الهدية، يعني ما بدي انجي تتضايق. و طيب ما هي مش لازم تعرف. كيف يعني؟ خدها نصيحة مني يا هشام، انا ست وافهم الستات كويس قوي. مش كل حاجة لازم تقولها لخطيبتك، في حاجات لو خطيبتك عرفتها ممكن ما تفهمهاش صح، ده بالعكس ممكن تنكد عليك وتقلب عيشتك كمان. لا بس انجي ما انا هيك ابدا، بالعكس يعني هي حدا كتير منيح وطيوب. وانت كمان كتير منيح وطيوب برضه. عارف حاجه يا هشام، انا حاسه ان انت دخلت قلبي على طول، حاسه ان انا اعرفك من زمان، مش عارفه ليه، دي حاجه يعني ما بتحصلش معايا كتير. ميرسي كتير، كلك ذوق. ما تقوليش مرسي يا هشام، على فكرة أنا مش بجاملك، أنا حاسة كده أن أنا يعني ممكن أأمنك على حياتي، حاسة أن أنت تبقى جد صديق قريب قوي ليا. كتير شوية هالقد؟ لا لا مش كتير، أنا منيش أصحاب كتير قوي يا هشام على فكرة. أوف غريب، أبدا ما حسيت هيك، بالعكس يعني حسيت أنك حدا في حواليك كتير عجقة. عجقة؟ يعني ايه عجقة دي؟ يعني زحمة. زحمة يا دنيا زحمة. 100%. والله يا هشام مش عارفة اقول لك ايه، هي ممكن تكون زحمة ايه، لكن بالشكل بس. والمضمون؟ والمضمون مولد وصاحبه غيب. منيحة. بقول لك ايه، انت بتحبها قد ايه؟ مين؟ انش بحبها، بس الأهم إني مقتنع فيها كرمال هيك فكرت كمل أنا وياها. مقتنع بيها؟ لا أنا أختلف معك بقى في النقطة دي، أنا مستحيل أتجوز واحد غير لما أكون بجد بموت فيه. تخيل كأن خلص. لا أنا بس عايز أقولك إن أنت بجد هتوحشني. لو سمحت. خير يا فرد. أنا بكل أسف حضرتك هسيب الشركة.
تسيب الشركة يعني ايه؟ تسيب الشركة تروح فين؟ في شركة جديدة بتتأسس وطالبة كوادر عندها كفاءات. تقوم تسيب الشركة. طب وانا اعمل ايه؟ يعني انا ادير الشركة ازاي من غير كفاءات؟ لا. وشوية نهى وبعدين انت. ممكن اعرف ايه اللي بيحصل في الشركة وانا مش واخد بالي منه؟ كل خير يا فندم. وبعدين حضرتك مش هتغلب يعني هتلاقي لي غير كتير. وبعدين انت عندك لسه سليم ونايا. ربنا يبارك لك فيهم. بس انت احسن منهم. على الاقل اكفأ منهم في الخبرة. اذا كان على الخبرة يعني بكرة سليم ربنا يكرمه ان شاء الله وهيكتسب خبرة مع الوقت. يعني انا المفروض استنى بقى سليم. ما هو حضرتك اللي فضلته عني وسلمته مشروع الاقصر. هقول لك ايه؟ طول عمرك تفكيرك على قدك مع انك مهندس شاطر. يا ابني انا اديته مشروع الاقصر لاني ما اقدرش استغنى عنك هنا في الشركة. انت طول عمرك دراع اليمين. بس هقول لك ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على كل حال اعمل اللي انت عايزه. انا ما اقدرش اقف في طريق مستقبلك. ولا اقدر عارضك ولا عارض غيرك. انا اسف يا مستر كريم، لو اعرف والله انك هتزعل الزعل ده كله ما كنتش حتى فكرت. عموما حصل خير وتقدر حضرتك يعني تعتبرني بسحب كلامي. لا تسحب كلامك على ايه؟ انا رايي انك ما تتراجعش عن اي حاجه واضح انك فكرت فيها كويس. وعلى الله في شغلك الجديد تلاقي الحاجه اللي كانت ضايعه منك اللي ما عرفتش تلاقيها هنا في شركتي. اشوف وشك بخير يا طارق. حبيبي رايحة بكرة أجيبه من الإسكندرية إن شاء الله. بعتلك المبلغ مع هشام. ليك فادي سؤال، شو عاد صار بسيارة عاصم؟ يعني بعد ما طلع أول السيارة ولا كيف؟ لا بس عم شوف إذا في شي جديد. طيب حبيبي لو يلا باي.